عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون، وتتابعون فيها: رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يدعو النظام إلى استئناف اللقاءات مع المنتدى إذا كان جادا في الحوار السياسي. الرئيس الدوري لكتلة أحزاب المعاهدة ورئيس حزب الوئام الديمقراطي يلتقيان رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية بنواكشوط. الإعلان بنواكشوط عن تشكيل كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا، وقادة الكتلة يؤكدون تمسكهم بنهج الحوار. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أحمد سالم البحبيني إن السلطات الموريتانية إذا كانت جادة في الحوار فإن عليها استئناف اللقاءات بينها والمنتدى دون قيد أو شرط من أجل تجاوز أزمة الثقة بين الطرفين. وأضاف البحبيني خلال مؤتمر صحفي عقده المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بنواكشوط أن السلطات تنتهج مسارا وصفه بالأحادي، منتقدا في هذا الإطار جلسات الحوار التمهيدية الأخيرة. فوجئنا بهذا المسار الأحادي اللي عند السلطة واللي قبلت في اتجاه الحوار. بطبيعة الحال ذيك الأيام مات بزمنا ولا نعتبر أنها حوار ولا يعنون نتائجها من قريب ولا من بعيد. الحوار الجاد بالنسبة لنا كان يبدأ بذاك الاستمرار في المسلسل اللي هو بدأ معانا، وهون نختار نقول عن السلطات لين تعود اللي جاد في الحوار وتبقي تثبت للرأي العام الوطني الموريتاني عنها جادة في الحوار وعن نيتها حسنة عنها تستأنف اللقاءات اللي كانت بيننا احنا وهي مباشرة بدون شرط وبدون قيد، كي يتسنى لنا أن نحل المشاكل اللي كانت مطروحة واللي تتعلق بأزمة الثقة وممهدات تسمح لنا بأن نتخطاو شور للي يا هي عقب يعود إن شاء الله حوار جدي وعاطي نتائج جدية يدورها الشعب الموريتاني والمنتدى يدورها بها اللي يرسمها في البداية ودورها به اللي يعرف عن الشعب الموريتاني عنه يدورها يقرم من اللي مقرش عنه يدور الله هذه اللي منها جدي. ومعنا في الاستوديو محمد لمين ولي الفاضل الأمين التنفيذي المساعد للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. المنتدى يدعو إلى استئناف اللقاءات بينه ووفد النظام والأغلبية، هل هي إشارة إلى عدم المشاركة في الحوار المرتقب؟ هي ليست إشارة إلى عدم المشاركة في الحوار المرتقب، بل هي تأكيد على عدم المشاركة في الحوار المرتقب. المنتدى لديه وضوح في هذه المسألة، هو دائما يدعو إلى حوار جدي وشامل، ولكنه يقول دائما ويكرر بأنه لن يشارك في أي حوار عبثي في أي حوار جزئي في أي حوار لا يحل الأزمة السياسية القائمة. هذه يكررها دائما ويقولها دائما ويرفض دائما هذا النوع من الحوارات الذي لا يمكن أن يحل الأزمة مهما كانت الإغلاءات ومهما كانت الضغوط التي تمارس عليه. المنتدى في هذه المسألة واضح، هو مستعد للحوار الجدي وشامل شامل، ذلك الحوار الذي يحل أزمات موريتانيا، وليس مستعد مهما كانت التظلف أن يشارك في أي حوار لا يحل هذه الأزمة، في أي حوار عبثي، في أي حوار جزئي، في أي نوع من هذه المشاورات التي شاهدنا في الفترة الأخيرة. البعض يقول أن تشبثكم بالرد المكتوب على المقترحات التي تقدمتم بها يشي بعدم جديتكم بشأن الحوار، ما تعليقك؟ بل هو يعكس جدية المنتدى. المنتدى لا يريد أن يضيع وقتا في حوار لا يحل الأزمة. هو المنتدى نتيجة لجديته ورغبته في الحوار الجدي هو الذي جعله يرفض هذا الذي حدث. لم يكن حوارا، كانت مشاورات ولن تفضي إلى شيء. هو هناك الكثير من عدم الثقة بين الطرفين، هذا نتيجة لبعض الأمور التي تعرفونها جيدا، حوارات فاشلة، انعدام الثقة، حوارات تنقطع في مرحلة معينة.
من أجل أن يكون هذا الحوار جديا، ومن أجل أن يحل الأزمة، ومن أجل أن يكون أن تدخل البلاد بعده في مرحلة جديدة. أصر المنتدى بأن تكون هناك ردا مكتوبا على بعض الممهدات التي أرى بأنها ضرورية من أجل بناء الثقة من جديد. السلطة لا زالت ترفض أن ترد على هذه الممهدات، السلطة لا زالت تسلك طرق ملتوية من أجل مخاطبة المنتدى، وكان عليها أن تدخل الباب من بيتي، أن تدخل المنتدى، أن تدخل باب المنتدى الواضح بدلا من هذه الطرق الملتوية، وساطة من هنا أو وساطة من هناك، محاولة سلمية من هنا أو محاولة سلمية من هناك، وهذا لن يؤدي إلى حل ولن يؤدي إلى حوار جدي، لأنه أي حوار لا يشارك فيه المنتدى بكامله لن يكون له أي قيمة. أن تقتطع شخصا من أن تأتي بشخص من هنا أو حزب من هناك، فهذا لن يحل الأزمة في موريتانيا، وقد جربناه أكثر من مرة ولم يعطي أي نتيجة. ألا تعتقد أن النظام بإمكانه أن يتجاوزكم ويتحاور مع الكتل المعارضة الأخرى، وباعتبار إذا بما أنه يعتبركم تعرقلون مسار الحوار؟ أعتقد أن النظام يحاول أن يميع كل شيء، يحاول أن يميع الأحزاب والكتل، ويخلق في كل مرة يخلق كتلة هنا وكتلة هنا، ولكن من المعروف لدى المواطن الموريتاني البسيط بأن هناك كتلة معارضة كبيرة، هي كتلة منتدى تتألف من عديد من الأحزاب، من مركزيات نقابية، من منظمات مجتمع مدني، من شخصيات مستقلة، بأنها هي أكبر كتلة معارضة موجودة في موريتانيا. وعندما تغيب هذه الكتلة عن أي حوار فإنه سيتحول إلى مجرد تضييع للوقت. لا بد من مشاركة المنتدى، ولا بد من مشاركته في أي حوار من أجل أن نتحدث عن حوار. إذا غاب المنتدى فمعنى ذلك أن أكبر طيف معارض قد غاب، ومعنى ذلك بأن الحوار لن يؤدي إلى حل الأزمة، إنما هو حوار داخلي بين السلطة وملحقاتها، وهذا لا يقدم ولا يؤخر في حل الأزمة. كلمة الرئيس الدوري الجديد للمنتدى خفت فيها حدة الانتقاد تجاه النظام، هل تعتقد أنها بداية تحول في موقف المنتدى من النظام؟ لا أعتقد بأن هناك خفت لهجة الانتقاد، إنما هي مبادرة يشكر عليها الرئيس الجديد، أنه يريد أن يبدأ ممولته بخطاب منفتح، خطاب منفتح على الجميع، يحترم الجميع ويقدر للجميع، ولكنه مع ذلك فقد أشار إلى أن المنتدى يهتم بوضع الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن، تحدث عن مستوى المعيشة، تحدث عن هذه الأمور التي تهدد المواطن، تحدث عنها، ولكنه لم يأتي من أجل أن ينتقد ومن أجل أن يصب غضبه على الآخرين. هذه مأمولية جديدة، كان خطابا افتتاحيا، وكان خطابا فيه الكثير من موضوعية، في الكثير من المهنية، وفي كثير من الانفتاح على كل الأطراف، وهذا هو مطلوب في المنتدى ودائما يؤكد عليه. الرئيس الجديد أشاد بدور الشباب وعبر عن أنهم سيجدون أنفسهم داخل المنتدى، هل هو شعور بتهميش الشباب داخل المنتدى مقابل الاهتمام الذي يلقاه من لدن النظام؟ لا، أولا أنا لا أعتقد بأن هناك اهتمام كبير بالشباب من طرف النظام، كل ما هنالك شعارات قد استخدمت واستهلكت وعيد استهلاكها. أيضا نحن نعتقد بأنه مهما فعلنا فسنقصر في حق الشباب، ومهما قدمنا في المنتدى فسنظل نقصر في حق الشباب، لأن الشباب الموريتاني يستحق الكثير ويستحق الكثير. ولكن على الأقل علينا أن نهنئ الشباب الموريتاني بأن الطاقم الجديد والقيادة الجديدة للمنتدى هي قيادة شابة، هي هناك ضخات دماء جديدة، دماء شابة. وأيضا كلمة الرئيس التي ركز فيها على الشباب، أيضا هذه نهني بها الشباب الموريتاني، لأن القيادة الجديدة ستكون منفتحة للشباب، وهو تحدث عن خطوات سيتم اتخاذها في هذا المجال. محمد لمين ولد الفاضل الأمين التنفيذي المساعد للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، شكرا جزيلا لك. التقى رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي والرئيس الدوري لكتلة أحزاب المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب السلمي عبد السلام والحرمة، رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولداد، ويأتي اللقاء في إطار مسعى كتلة المعاهدة إلى البحث عن توافق بين فرقاء المشهد السياسي من أجل عقد حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف الأطراف. تفاصيل أوفى نتابعها في هذا التقرير. رئيس حزبين من أحزاب كتلة المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب السلمي يلتقيان رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولداداح
في إطار مساعي الكتلة إلى خلق إجماع سياسي بشأن الحوار المرتقب. مساع قادت الرجلين إلى عقد لقاءات مع أحزاب سياسية أخرى في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وقبل ذلك قادتهما إلى لقاء الرئيس محمد بن عبد العزيز أكثر من مرة. لكن تواري القيادي بالكتلة رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود والبلخير عن التحرك في مسعى المعاهدة إلى تقريب وجهات النظر ربما يعطي تفسيرا بأن الرجل غير راض عن هذا الدور، وهو الذي سبق أن قاد مبادرات في هذا الإطار أضحت تعرف بمبادرات مسعود. سعي كتلة أحزاب المعاهدة ومسعاها لحوار وطني شامل يبدو هو ذاته الذي تسعى إليه كذلك منظمات ونقابات أخرى ناشطة في المجتمع المدني أطلقت على نفسها اسم المسعى المدني المستقل من أجل الحوار. وبالموازاة مع مساعي الحوار هذه تتشكل من حين لآخر كتل سياسية جديدة تسعى هي الأخرى للحوار وتبدي تمسكها بمنهجه من أجل تجاوز مختلف المشاكل والأزمات العالقة. وبذلك يظل الضباب مخيما على سماء الحوار السياسي الموريتاني، خصوصا في ظل قرب انتهاء شهر أكتوبر الذي قالت الحكومة الموريتانية إن الحوار سينعقد فيه، وتواصل تمسك المنتدى برد مكتوب على مقترحاته قبل دخول أي حوار سياسي. وبذلك يكون عقد الحوار بمشاركة مختلف الأطراف تحديا كبيرا أمام السعاة الجدد والقدماء إلى حوار وطني شامل في موريتانيا. أعلن عدد من الشخصيات السياسية المعارضة المشاركة في جلسات الحوار التمهيدية الأخيرة بنواكشوط عن تشكيل كتلة جديدة أطلق عليها اسم كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا. وعبرت الكتلة التي يقودها السفير السابق والقيادي المعارض بلال والورزق عن تمسكها بالموقف السياسي الداعي إلى نهج الحوار، وذلك باعتباره الطريقة الوحيدة للحفاظ على موريتانيا مما سمت المخاطر المحتملة. ومعنا في الاستوديو محمد والغدور المنسق المساعد المكلف بالشؤون السياسية في كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا، أهلا وسهلا بكم. بداية، لماذا تأسيس كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا في هذه اللحظة بالذات؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة المرابطون على إتاحة هذه الفرصة. ثانيا، بما أن الكتلة أعلننا ليلة البارحة عن تأسيسها، نبدو بمطالبة السلطات بإطلاق سراح الإخوة الخمس اللي في بلاد ينزف اللي مسجونين ظلما لسبب بسيط أنهم قاموا بواقف احتجاج أمام وزارة الصحة. نطالب كذلك وزارة الصحة بإعلان حقيقة ما يجري لحمد الوادي المتصدع أو الضنك أو مهما كانت تلك المسألة، أن يعلن هذا الرأي العام الوطني. كذلك نطالب جميع الموريتانيين بهبة مع إخوتنا في القدس، مع المعتصمين في بيت المقدس أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين. فيما يخص تأسيس كتلة في هذا الوقت بالذات، نحن كنا في حزب سياسي معارض، نظرا لتباين الرؤى في الموقف النهائي من الحوار اخترنا نشاركه، نظرا لأن الرأي عن الحوار هو المنهج الأسلم لخروج موريتانيا من الأزمة اللي تعيش. ورأينا بعد ذلك عن شكله الكتلة اللي هي كتلة المواطنة، لأن الراول عن المواطنين الموريتانيين يحتاجوا بعد قاعد المواطنة هي الدولة يحسوا عن عندهم مطن ويحسوا بأنهم مواطنين في الوطن. بعد ذلك نحافظوا على موريتانيا كدولة جامعتنا كاملة، هذا هو الأساس. هل انخراطكم في هذه الكتلة وأنتم تنحدرون من أحزاب سياسية معارضة يعني قطيعتكم لهذه الأحزاب؟ طبعا، يعني قطيعة الحزب اللي كنا فيه اللي هو تكتل القوى الديمقراطي إلى حد الساعة وتشكيل كتلة جديدة معارضة من خلال الناضل من أجل تحقيق أهداف اللي نراوغ عنها، هي اللي تمكن تواخذ موريتانيا من الأزمة اللي تعيش، وهي كما تعلمون تعيش أزمات عدة متعددة منها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل الخروج من هذه الأزمة لابد من الموريتانيين كاملين يجتمعوا على طاولة واحدة، لأن اللي بينهم ما هو كبير، اللي انت لو خرصه هو بسيط تماما. هم عدم ثقة فعلا بين الموالاة والمعارضة،
طلبنا من السلطات يعني هذيك عدم الثقة، يبرهنوا على عنها وفات ولا عنهم مادين يديهم للحوار جدي وشاد وشامل من أجل الخروج موريتانيا من الأزمة اللي تعيش. في بيان إعلان تأسيس كتلتكم أكدتم على التمسك بالحوار، هل أنتم بذلك تثقون في أن في الحوار مع نظام عكس أحزابكم السابقة؟ جدوية الحوار نثق بالحوار كما قلنا كمخرج من الأزمة اللي تعيش موريتانيا، لأن شفنا بلدان أخرى عاشت نفس الأزمات وهي ضغطات خارجة للخريطة، كيف الصومال، كيف بوروندي، كيف رواندا اللي عاشوا أزمات وعاشوا مذابح بسبب بسيط كان لغير نظر لأنها الأزمة السياسية جذرت ولا جبرت حل، عقب تعاد السلاح هو الحل الأخير. من وجهة نظركم ما الذي ترون أنه ما زال حتى ساعة يعرقل انطلاقة الحوار، خصوصا وأن مختلف الأطراف تبدي استعدادها له؟ نحن طالبنا في اللقاءات التمهيدية السابقة بأن يؤخذ الوقت الكافي من أجل إبلاغ رسالة للجميع، رسالة طمأنة من أجل مشاركة الجميع، وما زلنا نطالب بذلك. نحن نطالب بحوار شامل، لا نطالب بحوار بيننا نحن ككتلة والموالاة كتل معارضة أخرى، نطالب بحوار لا يستثني أحد، نرى يعني هو الحل وهو المخرج الحقيقي لموريتانيا ما تعيش من الأزمات. هل ترون في كتلة المواطنة ومن أجل الحفاظ على موريتانيا أن هناك فعلا ما يستدعي إجراء حوار وطني شامل في هذه الآونة؟ طبعا طبعا، موريتانيا تعيش من 78 اليوم حكم نظام عسكري لا يريد لموريتانيا أن تعيش نظاما ديمقراطيا حقيقيا، وهذه المسألة لا يمكن أن تعالج إلا بالحوار. ما دامت هناك سلطة قابلة للحوار وتقبل الحوار وتؤمن بأن هناك مشكلة وحلها لا يعود الحوار، يعطينا نحن كطبقة سياسية كذلك أن نشارك مع هذا النظام، وفي الأخص مليلة عن الرئيس الحالي هذه مأموريته الأخيرة، لأن الدستور ينصل عنها مأموريتين، ومن خلالها نقدر نعاونه من خلال إخراج موريتانيا من الأزمة، من خلال تناوب سلمي على السلطة. محمد أبو الغدور المنسق المساعد مكلف بالشؤون السياسية في كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا، شكرا جزيلا لك. دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا خلال ندوة نظمتها بنواكشوط، دعت النظام إلى تقديم ضمانات جدية من أجل عقد حوار وطني تشارك فيه مختلف الأطراف، وانتقدت المؤسسة الأوضاع العامة في البلاد واصفة إياها بالمتأزمة جراء ما سمته المسار الأحادي الذي قالت إن النظام ينتهجه. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. مؤسسة المعارضة الديمقراطية وفي إطلالة جديدة على الساحة السياسية تطالب الرئيس ول عبد العزيز بتقديم ضمانات حقيقية للدخول في حوار جاد بين الفرقاء السياسيين. زعيم مؤسسة المعارضة الحسن والمحمد أكد استعداد المؤسسة للسعي إلى وفاق بين المعارضة والنظام. إننا في المؤسسة وإسهاما منا في ترسيخ ثقافة الحوار البناء ونشر القيم الديمقراطية في المجتمع ننظم هذه الندوة المعنونة بالحوار ضرورات التوافق ومخاطر المسار الأحادي، آملين أن تساهم نقاشاتها في الجهود المبذولة لإخراج بلدنا من المأزق الذي يعيشه. حضور الأحزاب المنضوية تحت لواء المؤسسة ونقاش مستفيض بين الباحثين والمراقبين في الندوة، خرج منها بعضهم بعدة ملاحظات ومقترحات. بأنه لكي ينجح الانتقال الديمقراطي في أي بلد أو يخرج من مآزقه السياسية لا بد أن يحصل توافق بين نخبته السياسية ويتم التوافق على المرجعيات الأساسية، وتجربة الدول الأمريكا الجنوبية تؤكد ذلك، حيث أن البرازيل والأرجنتين والأرجواي خرجت من أنظمة ديكتاتورية بفعل التوافق حول مرجعيات. نحن اليوم في موريتانيا نحتاج إلى أمرين، نحتاج إلى توافق سياسي ونحتاج إلى توافق على المرجعيات. هنا لا نقول بأن التوافق السياسي يحل كل مشاكل موريتانيا، لكن التوافق السياسي هو المدخل المناسب لحل أو تفرق للمشاكل الأخرى. إطلالات مؤسسة المعارضة في ندوات بالعاصمة يقول البعض بأنها محاولة لفرض نفسها داخل مشهد سياسي تكاد المؤسسة أن تغيب عنه، فهل تحجز مكانا لها في ساحة سياسية قسمت في الفترة الأخيرة ما بين المنتدى والنظام كما يقول بعض المراقبين، وسط تعويل البعض على أن المؤسسة قد تلعب دورا حاسما في حوار الأطراف السياسية الذي لا يزال يراوح مكانه في عنق الزجاجة.
نظمت وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لقاء تشاوريا بنواكشوط مع عدد من الصحفيين ومهني الإعلام، وذلك من أجل تطوير أداء المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي ينعقد للتعليق على نتائج مجلس الوزراء. التفاصيل ضمن هذا التقرير. المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الموريتانية موضع نقاش بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حيث قدمت عروض ونقاشات من طرف أطر الوزارة متحدثين عن آليات تطوير هذا اللقاء الأسبوعي الذي تنظمه الحكومة من أجل تنوير الرأي العام حول مختلف القضايا والمستجدات. التعليق الأسبوعي على نتائج اجتماع مجلس الوزراء شهد خلال الفترة الأخيرة تطورا من حيث مشاركة الوزراء من قطاعات مختلفة فيه لبيان وشرح مختلف الحيثيات والمعطيات التي تتعلق بقرارات الحكومة الموريتانية الصادرة عن كل جلسة وزارية، وهو ما تسعى الحكومة من خلاله إلى تنوير الرأي العام وصناعة صورة ذهنية أفضل لدى المتلقي عن مساعيها الخدمية وما تبذله من جهود في الإطار التنموي. غير أن ثمة ملاحظات على ما يبدو على تعاطي الصحفيين مع هذا الحدث الأسبوعي، إذ لا يزال صيته وتأثيره لما يصل بعد لحجم ما يبذل فيه من جهود، إذ يرجو القائمون على القرار الإعلامي على ما يبدو أن يشكل هذا الحدث فرصة أوسع للتعريف بالجهود التي تبذلها الحكومة من خلال الاستفادة من حضور الوزراء لطرح أسئلة أكثر تقنية في استخلاص المعلومات وصياغتها وعرضها للجمهور في قالب مفهوم وواضح. كما أن هذا المؤتمر حسب القائمين عليه يمكن أن يشكل فرصة أوسع للصحفيين للولوج للمعلومات الحكومية من أعلى الهرم بدل اللجوء لاستنطاق المصادر الثانوية، غير أن ضعف اهتمام المؤسسات الإعلامية بهذا الحدث يحول دون تحقيق هذا الهدف المنشود. الصحفيون قدموا ملاحظات تتعلق بمكان الحدث الذي يفتقر للعديد من المقومات الفنية كضيق المكان وضعف الجوانب اللوجستية التي تمكن من نقل الحدث بشكل أفضل، فضلا عن هيمنة حضور الصحافة غير المؤهلة لهذا الحدث ومقاطعة المؤسسات الجادة له باستثناء المؤسسات الحكومية. تتواصل الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، حيث سجلت خلال 24 ساعة الماضية عمليات نوعية استهدفت قوات الاحتلال ومستوطنين صهاينة في مناطق مختلفة من القدس والضفة، فيما تعهد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس باستمرار دعم الانتفاضة والصمود حتى طرد آخر صهيوني من الأراضي الفلسطينية المحتلة. نتابع. تواصلت العمليات الفدائية الأربعاء في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ومدن الداخل الفلسطيني المحتل، وذلك اليوم 21 على التوالي من انتفاضة القدس، ردا على جرائم الاحتلال فيما تواصلت عمليات الإعدام الميدانية بحق المواطنين. فقد استشهد الأربعاء ثلاثة مواطنين فلسطينيين، اثنان منهم بعمليات فدائية جرت في القدس والضفة المحتلة. وأسفرت العمليات الفدائية عن إصابة 9 مستوطنين صهاينة، بينهم ثلاثة في حالة الخطر الشديد، ومجندة طعنت شمال القدس دخلت في حالة الموت السريري. وفي الخليل استشهد المسن الفلسطيني هشام العزة خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في عدة مناطق من محافظة الخليل بعد تشييع الشهيد عدي المسالمة. وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن قوى جيش الاحتلال أطلقت النار تجاه شابين قرب كريات 4 زاعمة أنهما حاولا تنفيذ عملية طعن، وتحدثت القناة السابعة عن إصابة أحد الجنود بجروح. كما أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأربعاء النار على فتاة فلسطينية من قرية مادما جنوب مدينة نابلس وأصابتها بجراح بحجة محاولتها القيام بعملية طعن في مستوطنة يسهار جنوب المدينة. غير أن شهود عيان نفوا للمركز الفلسطيني للإعلام اقتراب الفتاة من المستوطنة وأنها كانت بالقرب من الشارع الرئيسي القريب من المكان، مما يرجح قتلها بدم بارد. إلى ذلك قالت مصادر إعلامية صهيونية إن سائقا صدم بسيارته مساء الأربعاء ثلاث سيارات صهيونية في أحد شوارع مدينة القدس المحتلة، فيما أصيب 5 جنود صهاينة في عملية دهس لدورية صهيونية راجلة قرب مجمع غوش عطسيون جنوب بيت لحم. نظمت جمعية التعاون للأعمال الخيرية بالتعاون مع الهيئة العالمية للمساجد ملتقى تكوينيا بنواكشوط لصالح عدد من أئمة المساجد بالعاصمة. وتقول جمعية التعاون إن هذا التكوين يدخل في إطار اهتمامها بالأئمة واستشعار جسامة مسؤوليتهم في توصيل رسالة المسجد. إن جمعية التعاون للأعمال الخيرية استشعارا منها لأهمية الدعوة والتعليم والإرشاد، ووعيا منها بمحورية الإمام في تحقيق رسالة المسجد، وسعيا لأن تكون للإسلام كلمة ونشرا لهذا الدين في النفوس، لما لهذه الكلمة الطيبة من أثر طيب
فقد اهتمت الجمعية بتنظيم الدورات والملتقيات العلمية لما تتيحه من فرص التواصل مع قادة الأمة ونخبتها من أمثالكم، لما توفره هذه الأجواء من تصحيح للمفاهيم وتدارس لأهم القضايا والإشكالات المطروحة للمسلمين عامة وللقائمين على الشأن الدعوي بشكل خاص. نشرتنا انتهت. تذكير بالعناوين: رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يدعو النظام إلى استئناف اللقاءات مع المنتدى إذا كان جادا في الحوار السياسي. الرئيس الدوري لكتلة أحزاب المعاهدة ورئيس حزب الوئام الديمقراطي يلتقيان رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية بنواكشوط. الإعلان بنواكشوط عن تشكيل كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا، وقادة الكتلة يؤكدون تمسكهم بنهج الحوار. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.